It's not something that we tell them, go to the beaches, go drown yourselves, God forbid. Not at all. There is a huge expense, almost endless space in the Sinai Desert, just on the other side of Gaza. مع بداية معركة طوفان الأقصى طرح الاحتلال الإسرائيلي فكرة تهجير أهل غزة على صحراء سيناء بمصر. خطة إسرائيل هي أنه يطلعوا المدنيين بغزة على سيناء لبينما يخلص الاحتلال عملياته العسكرية ضد حماس داخل القطاع ويقضي على المقاومة الفلسطينية جوا. طبعا بلا ضمانات انه اهل غزه يرجعوا من بعدها على اراضيهم. بحسب الخطه الاسرائيليه المجتمع الدولي بيبني للفلسطينيين بسيناء بيوت وبيوفر لهم مستلزمات الحياه وبتسيطر اسرائيل بهالوقت على غزه. I think this is an opportunity to call the UN, the international community, to talk to the president of Egypt to open the border and let all the Palestinian civilians move south into the Sinai Peninsula where they can be safe while this war is going on. الأسبوع الماضي نفت السلطات المصرية والفلسطينية تأييدها لهذا الاقتراح، والموضوع كان جدي لدرجة إنه السيسي تناقش فيه مع المستشار الألماني، أكد على رفضه كلياً لفكرة تهجير الغزاويين على سيناء. إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب في إسرائيل. نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. عمر هاي الخطة 23 سنة وبلشت تظهر معالمها خلال انتفاضة الأقصى بين 2000 و 2005. طرح الفكرة بال2000 جنرال بجيش الاحتلال اسمه جيورا آيلاند، كان مسؤول عن قسم التخطيط بالجيش وترأس بعد مجلس الأمن القومي وبعده لهلأ مستشار مشهور. اقتراح آيلاند بضم 3 بنود: مصر بتعطي جزء من سيناء لتوسيع قطاع غزة، إسرائيل بتنسحب من غزة مقابل تنازل الفلسطينيين عن الحصة الأكبر من الضفة الغربية، ومصر بيطلع لها ممر بري من صحراء النقب على الأردن. طلب آيلاند من دول أوروبية إنها تقترح الخطة جدياً وتتبنيها بعدين أمريكا ومصر والأردن، بس كان في رفض صريح من كل الفصائل الفلسطينية. خلال حرب 2012 على غزة تبنى عضو الكنيسة موشي فيجلن هيدي الخطة وطالب بتهجير أهل غزة ونصب خيام لهم جنب سيناء. بعد كم سنة رجع انفتح الموضوع لما اقترح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فتح وتوسيع غزة ب 1600 كيلومتر من أراضي سيناء، بس محمود عباس رفض الفكرة. هذا المشروع مع الأسف، وتسأليش أكثر منك، صادف هوى لدى البعض فقمعناه لأنه هذا لا يجوز. بال2020 تبنت صفقة الأرن اللي روج لدونالد ترامب المشروع الإسرائيلي وطرحت منح مصر أراضي للفلسطينيين وإنشاء بنى تحتية لهم بسيناء. اليوم رجعت إسرائيل للاقتراح نفسه بحجة حماية المدنيين بغزة، بس بالحقيقة تهجير الغزاويين على سيناء هو محاولة صريحة لاحتلال غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، هو استكمال للنكبة ومحاولة للقضاء على أي مستقبل للفلسطينيين داخل أرضهم. He said that the solution for those Palestinians is to go into a vast land of Sinai and live into tent cities temporarily, huh? Temporarily, wink wink, until we build Gaza again and then we invite you back. أحا يعني عبط إحنا بقى يعني فاهمني. As we've seen this movie before.